أعلنت مجلة بتروليوم إيكونوميست الشهيرة عن فوز سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بجائزة وزير العام 2016. وقالت المجلة إنها منحت الدكتور ميرزا هذه الجائزة بسبب جهوده الملحوظة ومساهمته في تطوير قطاع الطاقة في مملكة البحرين، وما قام به من جهود في تعزيز العلاقات مع شركات النفط والطاقة إقليميا وعالميا، إضافة إلى مساهمته في تحقيق ديناميكية قطاع الطاقة في التنمية الاقتصادية في بلاده. وقد جرى تسليم الجائزة للوزير ميرزا في احتفال كبير في لندن بالمملكة المتحدة، حضره عدد غفير من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم. وتعتبر هذه الجائزة واحدة من الجوائز العالمية الشهيرة في مجال الطاقة التي تمنح سنويا للقادة في مجالات الطاقة المختلفة. هذه الجائزة تمنح كل عام لوزير الطاقة من مختلف دول العالم. يختار هذا الوزير من قبل لجنة تحكيم مكون من علماء ويعني مختصين عالميين في مجال الطاقة، وأنا أتشرف بالحصول على هذه الجائزة، وأود بهذه المناسبة أن أهدي هذه الجائزة إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، وإلى جميع زملائي من الوزراء، وإلى جميع منتسبي قطاع الطاقة. وهذه الجائزة ليست لي لوحدي، وإنما هي تشريف لبلدي مملكة البحرين الحبيبة، وهذه الجائزة هي مفخرة لأنها جائزة لا تعطى وإلا لوزير طاقة قد ساهم بشكل إيجابي ومتميز في تطوير قطاع الطاقة في بلده، وكذلك يحظى بحب وتقدير زملائه وموظفيه. وأنا أتشرف باستلام هذه الجائزة وأقدمها هدية لمملكة البحرين.